السلام عليكم، معكم شركة ترونسبور بوتريك. بالنسبة للباجاج اللي بغا يصيفط شي حاجة، المعلومات هادو هما. الله ينصر سيدنا. بالنسبة لواحد الكليان عندنا في هولندا، صيفط سميتو شرا اسمي ميمون، شراه في هولندا وصيفطو لواحد اليوتيوبر في الأكليم سميت الأمين، و يعني هو صيفطو في سبيل الله، يعني بغا يدير فيه هذاك البليزير، يلا راه يجتهد باش يدير هذاك اليوتيوب وهذاك الشيء، وحنا صيفطنا له هذا غراتويت الشركه ديال الشرق ترونسبور كوتريك بروستين واحد كوتريك. وبالنسبه للباكاج اللي بغا يصيفط شي حاجه يتصل بينا، وحنا ديما مغرب والله ينصر سيدنا هاد الشيء اللي نطلبو. وبالنسبه للتوقيت ديال لاجونسيه هادي تليفونات المحل ديال لاجونس هو هذا هنا بورتريك هنايا في بلجيكا. صافي السلام عليكم. صباح الخير، نهار الطوب، نهار بوكوس، مرحبا بكم في فيديو جديد عاود ثاني. هذا النهار غادي نبارطاجي معكم هدية الحلم اللي جاتني من اوروبا. كنسكن لهنا في هذا الخميس، وهي هاد الحاجة اللي جاتني كادو، جات الاكليم. يعني خصني نشد البيسكليت نمشي الاكليم باش نبارطاجيها معكم، ونبارطاجي في نفس الوقت معكم الاجواء كيفاش غادي تدوز. داكشي اللي كاين، تلاقاو في الاكليم. المهم الخوت، راني وصلت الاكليم وراني نمشي ندور على هاد لاجونس فين جات، لانهم كاينين هنا ثلاثه وقيله في الاكليم ولا اربعه. المهم قالوا لي غير مشيت القهوه ديال بروكسل وصافي. ايوا حنا غاديين والاجواء رائعه بمدينه اكليم الحبيبه والجميله والرائعه. المهم انا نبارطاجي معكم شنو ما كاين داكشي اللي كاين. تحيات. هما الخوت، وصلت هاد لاجونس اللي قلت لكم وصلت فيها الامانه المحفظه والبسكليت. اللي قلت لكم انا جايه قدام القهوه ديال بروكسل عند الشارع، ما غادي ندخلوا نشوفوا الامانه ديالنا فين كي راهم دايرين. ها هي قدام كي دايرين. لا الوقت فوقاش كان تحلو صافي. كنحلو خويا من 9 حتى 6، ونهار السبت كنحلو من 9 حتى 4. من 9 حتى 6 هي ما تلعبي، من نهار السبت. من 9 حتى 4. يعني من نهار السبت من 9 حتى 4. وشكرا لكم بزاف. وما هي الأمانة ديالي البيسكليت وعندي المحفظة. آخ تهلا. هاكي أول مرة نوصل للأمانة. كما قلت لكم عند لاجونس صورهم قبل ما جاي قدام الخوا ديالي بروكسل. هادي شي تبان لي اثقيل شويه. المهم يلاه اخويا امين بالصحه. الله يعطيك الصحه خويا والله الا انا قلت غادي نمشي تلاقاهم بالعين، ولكن تلاقيتهم محلولين. وقيلا كان يستناوني غير انا. وشكرا لكم بزاف، وشكرا على لاجونس بعد ديال اوروبا اللي دار لي ديكاس، يعني من كورتي اللي كلها من بلجيك من ديك البلاصه. شكرا للجميع. المهم هذه هي الاجواء مدينه اكليم. وري لهم الاجواء اصاحبي. انا لقيت لك قرعه ديال الجرعه. قرعه لواحد لازم. البريده البريده. صم طاوله البريده. اسكت كسر قامت باقي وقت. ياك مليح. هيا هيا امن هنا. ها عمرو
اوكي، من بعد ما فوت البشكليت على السيكليس يصيروا له المسائل بحال كارد بول بحال هاد الصوالح اللي كنت تشوفوا معايا في القيدون، انا اللي قالوا على حق الطريق. دروك ندخلوا لافاش، ندخلوا لافاش مشوا نغسلوا البشكليتات. الله شوف البسكليتات، وهذا يعني النهار التالي عندهم. لا ديرك ديال مليح داو مزيان بخير عليك. مليح حنا نبارك الله. لا راه المهم كنا وصلنا لنهايه ديال هذا الفيديو اللي شاركت معكم. هذه يعني هي والمحفظه اللي الصراحه يعني تاوما كانوا من الاحلام ديالي الصراحه. اقسم بالله العلي العظيم دابا عندي كلشي، الكارت ميموري شريتها 64 جيجا، باور بانك، تليفون، كل الكاميرات زوج تبارك الله اللهم بارك. يعني كان خاصني غير بسكليت ومحفظه، ها ما جاوني يعني كما قلت لكم من اوروبا من عند ميمون قاسمي. الله يعطيه ما تمنى خاطره ان شاء الله، والله يعطيه ما تمنى خاطره، والله يعطيه ما تمنى ان شاء الله رب العالمين، الله يفرحه. وشنو غادي نقول لك يعني هديه الحلم زعما الصراحه. المهم شكرا على التتبعات ديالكم والتشجيعات ديالكم. المهم كما قلت لكم يعني راسلني بسكليت من عند ميمون قاسمي، هو يعني جا الوقت اللي رد السيره بحال البسكليت ديالو. شكرا ليه بزاف بزاف والله العظيم، هذا هو رابح المزروعي. تحياتي. بسم الله الرحمن الرحيم، من بعد كنشكر السي امين الدنيا يا سي امين وحدي. شكرا لك انت يا بزاف والله. سي امين وحدي ما كنشجعوك. من بعيد وقريب. ومن بكري من زمان. الدنيا يا خويا من شي حاجه خصك ولا شي حاجه احنا ماذا بينا نشجعوك اخويا على مقدينا ان شاء الله. بارك الله فيك. دابا انت جالك السي السي ميمون قاسمي الله يكثر خيره ويخلف عليه، هو كيشجع الناس والاخر لان سبورتيف. وهادشي اللي نتمنى لك اخويا امين، نتمنى لك دابا انت فوقاش ما احتاجيت بيت. بارك الله فيك. قلت لكم شهر وعندي بسكليت، فوقاش ما احتاجيت اخويا امين البسكليت. مرحبا. الله يعطيك الخير. راه ماشي غير مشات للطوموبيل، راك شفت شكون مشات للطوموبيل. معليش مخلوف اخويا امين يعني. مرحبا اخويا امين. امين اخويا امين. مرحبا اخويا امين. صافي مرحبا. تستاهل تستاهل الجنة. تستاهل الجنة. احنا نعاونك ان شاء الله نشجعوا معك اخويا امين. بارك الله فيك. بارك الله فيك اخويا. تحياتي. شكرا بزاف. الله يبارك. تحياتي.